افتتح صباح اليوم بالدائرة الأولى مسجد أبينا عبد الرحمن عبد الله محمد بحضور عدد كبير من الأئمة والدعاة وإلى جانب الأمين العام للمجلس الأعلى للشؤون الإسلامية سعيد أحمد. إنما يعمر مساجد الله من آمن بالله واليوم الآخر. تحقيقا لهذه الآية الكريمة احتفل سكان حارة ماجرويا بالدائرة الأولى وذلك لاكتمال بناء مسجد أبينا عبد الرحمن عبد الله. الشيخ عبد الدائم عبد الله عثمان في خطبته أوصى المسلمين بفعل الخير وترك المعاصي والتمس من التجار ورجال الأعمال بالمنافسة في الأعمال الخيرية وبناء المساجد والخلاوي القرآنية. الله أكبر الله أكبر. كلمة أسرة المرحوم قدمها الشيخ الجوني أحمد محمود، شكر فيها كل من وقف مع الأسرة لإتمام المسجد. أما عمدة الدائرة الأولى تحدث عن بعض صفات الحاج عبد الرحمن عبد الله رحمه الله، وختم كلمته بتوجيه بعض الوصايا لأبناء المرحوم. يالدا تبخو وصية هنا أبوم، كان يالدا كربو وصية هنا أبا هنا مع المرحوم دا، وصية هنا ناس الحيين دا بكربو، وأنا شفت يالنا الله برمان دهم لسام سخار. شندانا نقول كان بعمل أعمال خير زي ده كان وصية آخر وستم كله يقدروا يسووا شندانا نقول نطلب مننا كلنا وكل أخيانا ورفقانا الأول قاعدين ده ما يقصروا يوصوا ينقدرهم عشان يمشوا قدام ويسووا أعمال خير زي ده. وقد توالت بعد ذلك الكلمات حاملة الإرشادات والتبريكات والثناء على فعل الخير إلى أن اختتمت بكلمة ممثل المجلس الأعلى للشؤون الإسلامية. بهذه الوقفة نعلن رسمياً افتتاح مسجد أبينا عبد الرحمن بهي ماجريويا بالدائرة رقم 1 رسميا ويكون أحد المساجد الإسلامية في هذا البلد. وفي نهاية المناسبة قدمت هدية رمزية لرئيس المجلس الأعلى للشؤون الإسلامية من قبل أبناء المرحوم الحاج عبد الرحمن عبد الله.